فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة عزيمة المسألة أو عزم المسألة، والمسألة الدعاء، وعزيمتها أو عزمها القيام بها أو إقامتها كما نقول في إقام الصلاة. الدعاء أيضا يقام له ويقام، وذلك عزمه وعزيمته. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين البخاري ومسلم: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقل اللهم أعطني إن شئت فإن الله لا مستكره له. الحديث قلت في الصحيحين. أن تعزم المسألة معناه أن تستجمع قوتك الوجدانية وأن تستجمع عقيدتك الإيمانية، فإنك تخاطب ربا سميعا عظيما واسع القدر عظيم الشأن كريم العطاء سخي الوفاء جل وعلا. فإذا اضطرب قلبك في ذلك أو انتقص شيئا منه فلا عزم لك في الدعاء ولا قيام لك في المسألة. إذا دعا أحدكم فليعزم، فليعزم المسألة. وهذه منزلة إيمانية جعلتها من منازل الإيمان، من منازل إياك نعبد وإياك نستعين. صحيح أن ابن القيم رحمه الله لم يذكرها بهذه الصيغة، لكنها موجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإنما ابن القيم في مدارج السالكين رحمة الله عليه صار على نهج صاحب منازل السائرين الهروي الأنصاري شيخ الإسلام الحنبلي المعروف. والمنازل لا تحد بكتاب ولا بباب، منازل الإيمان هي بتعداد عمرك يا ابن آدم، مذ بلغت مبلغ التكليف وسلكت مسلك العبادة، وأنت في منازل ما دمت تسير إلى الله عز وجل وتجهد في سيرك وأدائك، فأنت في ارتقاء ترتقي وترتقي حتى تكون في عليين. وذلك منطوق القرآن الكريم من حيث سير الإنسان عموما قبل الإيمان: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالحياة من حيث طبيعتها أصلا سير، سير كرها أو طوعا، فمن آمن فهو من الطائعين الطيعين، ومن كفر فهو من الكارهين، يسير رغم أنفه إلى ربه. والمؤمن إذا كان قد شق طريقه إلى ربه ذللا عابدا سالكا محبا، فإنه لا يزال يرتقي، كما يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ وارتقي، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فكذلك سير العبد في الدنيا كلما قطع واديا من وديان المحبة الإيمانية، وكلما نزل منزلا من منازل الصلاح والتقوى وخير الأعمال وأبرها، كلما كان أكثر قربا من ربه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا التعبير دال على الاستمرار، أي أن التقرب لا انقطاع له، ما دمت تتقرب فأنت تتقرب، وكلما زدت كلما كنت أقرب وأقرب مما كنت عليه قبل. فلذلك إذن كان الدعاء له صورتان: الصورة اللفظية، أن تدعو ربك بما شئت كما شئت لفظا، فهذا عام لدى الناس جميعا حتى الكفار يفعلونه. وصورة إيمانية وهي عزيمة الدعاء، عزيمة المسألة: إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقول اللهم أعطني إن شئت فإن الله لا مستكره له. وعزم المسألة قلت أن تجد في نفسك يقينا بأن الله عز وجل رب حقا. وكثيرا ما نجد لدى الناس شيء يخرم هذا المعنى وينقص أدعيتهم وسؤالاتهم من أن تكون بهذا المعنى، أي بمعنى منزلة إيمانية. فراقب نفسك وقم باختبارها حينما تدعو، ألا يحصل لك أنه يخطر ببالك في شعورك أو لا شعورك وأنت تدعو ربك أنك تقول في نفسك: أنا أدعو، فإن استجيب فحسن، وإن لم يستجب فما خسرت شيئا، إن هو إلا كلام. هذا المعنى إن كان يخطر ببالك فهو خطير، ولا يجعل دعاءك من عزائم المسألة، وليس صفة إيمانية.
لأن الله عز وجل حينما يدعى ويسأل فهو يسأل بمراتب ثلاث، يعني هذه المنزلة منزلة عزيمة المسألة لها مراتب ثلاث. المرتبة الأولى توحيد، والمرتبة الثانية عبادة، والمرتبة الثالثة توبة. وبالدعاء تحققها جميعا، إن كان دعاؤك دعاء مقاميا يعني من مقامي، أو إن كان مقاما من مقامات الإيمان أي منزلة من منازل الصلاح والفلاح، فحينما تشك في أمر دعائك فمعناه أن لا يقين لك في أن الله عز وجل يسمعك وهو السميع العليم، وهذا خرمون عقدي أي نقص في العقيدة، وليس لك علم ومعرفة بالله عز وجل فيما يتعلق بالتوحيد. ولذلك كثيرا ما ورد الدعاء في القرآن في سياق توحيد الله، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. مخلصين له الدين أي موحدين، وإنما الإخلاص في القرآن يرد بمعنى التوحيد بمعناه الوجداني، ولذلك سورة الإخلاص ما فيها إلا توحيد، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخلاص هكذا سماها الرحمن سورة الإخلاص. والإخلاص كما ذكرت قبل صفاء في القلب من أن لا معبود بحق إلا الله رب العالمين، وهذا المعنى لا يكتسب بين عشية وضحى، وإنما يحتاج إلى سير أنت ترحل إليه، فهو في مكان علي رفيع تحتاج لأن يكون ذلك لك صفة، تحتاج إلى كسب أي إلى عمل واجتهد اليوم وغدا، وتتعرف على ربك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة تعرف، وإنما التعرف بالعمل، تشتغل مع الله وتكون بينك وبينه صفقات، وبين المؤمنين وبين ربهم بيع وشراء، ومن كنت تبيع وتشتري معه فأنت تعرفه كما في تزكية الشهود ولله المثل الأعلى، حينما تخالطك أو تجمعك شراكة تجارية في الأرض مع أحد الناس تعرفه جيدا، تعرف نفسيته، تعرف مكامن الضعف فيه ومكامن القوة، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، حينما تجمعك الأعمال مع ربك ذي الجلال فإنك تكون أكثر معرفة به. ولذلك يطلق لفظ العارف بالله حقا وصدقا لا دجلا وكذبا ورياء، يطلق على العمال أي الذين لهم أعمال، وليس على الخاملين الساكنين إلى الجدران والظلل، بل إلى العاملين الصائمين القائمين المجاهدين، هؤلاء عمال، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، هذا عمل ورسوله والمؤمنون. والعامل عارف لأنه يعرف من يعمل معه ومع من يشتغل، بهذا يستطيع الإنسان أن يحقق هذا المعنى إخلاص التوحيد. وإذا تحقق كان لدعائك آنئذ وقع خاص في الأرض ووقع خاص في السماء، فادعوا الله مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، سياق التوحيد هذا يحصل للكافر قديما والآن، وقد حصل ووقعت منه وقائع عجيبة، ولعل لبعضكم في ذلك تجربة. الكافر سواء كان من أهل الكتاب أو من أهل الأوثان حينما يقع في ورطة وفي اضطراب وفي اضطرار فإنه لا يحسن آنئذ أن يلتجئ إلى الوسائط وإلى الأوثان وإلى الإبن أو الروح القدس كما يعبرون، وإنما يلتجئ من غير لا شعور من حيث لا يملك، يلتجئ بفطرته مباشرة إلى رب الكون مباشرة. دعوا الله مخلصين له الدين أي يخلصون له الدين، أي دين هو كافر يخلصون له الدعاء، يعني يطلبونه وحده لأنهم يعرفون أنه لا ينجيهم من الغرق إلا رب الكون، إلا الذي يملك أن يتحكم في البحر ويقول له أسكن يا بحر، أما الوثن فلا يستطيع، هم يعلمون ذلك، والشريك لا يستطيع الموهوم، وإنما الذي خلق البحر وملك أسراره وملك أمره هو وحده عز وجل،
له القدرة وله الأمر في أن يقول له أسكن فيسكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيلتجئ إليه الإنسان عند الضرر اضطرارا، كافرا كان أو مسلما. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء سبحانه وتعالى. وفي ذلك قصص عجيبة، قد حكيت قصة هذا المسلم الإنجليزي الذي أسلم من بعد دعاء بسبب غرق في البحر، يوسف إسلام، مسمى بعده يوسف إسلام. قصة إسلامه مطبوعة منشورة، وفيها مثل هذا الذين تحدثوا عنه، أخلص لله لحظة فاستجاب له، كما في قوله عز وجل حينما استجاب لذي النون، وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي، أي للدلالة على المستقبل والاستمرار، أي لكل شخص وكذلك ننجي المؤمنين ولو كانت لحظة الإيمان لحظة واحدة. فالمضطر الذي وقع فيما وقع فيه آمن رغما عنه ضرورة فدعا فاستجيب له باعتبار اللحظة، لأن الله عز وجل لا يخذل عبده ولكن يمهل ولا يهمل. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، انقلبوا على أعقابهم آنئذ خاسرين كافرين مدبرين، وبعضهم ثبت على إيمانه وثبت على قصده واستقامته، وكان له ذلك درسا انطبع على قلبه إلى يوم القيامة، فكان بداية الخير والصلاح في شأن حياته. الدعاء إذن توحيد، ويجب إذا أردت أن تكسب هذه المنزلة الإيمانية أن تتعلم أصول التوحيد، ليس تعلما ذهنيا وحسب، ولكن يجب أن تتعلمه تعلما تربويا قبل ذلك وبعد ذلك. لا يكفي في التوحيد أن تستظهر أقسام العقيدة، هذا توحيد الألوهية وهذا توحيد الربوبية وهذا توحيد الاتباع أو الأسماء والصفات إلى غير ذلك من الأقسام، غير كاف أبدا وغير منج وحده هكذا، بل يجب أن تفعل ذلك إحساسا ليصبح لك صفة. فإنما الموحد من خالص قلبه وصفا لله الواحد القهار إقرارا بالربوبية توحيدا على المستوى النفسي والوجداني وليس الذهني والتصوري فقط، وإقرارا بالألوهية تجريدا لله وتفريدا بالأعمال أمرا ونهيا وتنزيها له سبحانه وتعالى في صفاته وفي أسمائه. هذه أمور ليست ذهنية، يخطئ من يتصور أنها محفوظات تحفظ، غلط. شيء حسن أن تحفظ العلم، ولكن في الدين المطلوب أن يكون لك صفة، والصفة لا تكون حقيقية إلا إذا كانت نابعة من القلب. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإنما الذي يدخل في القلب الصفات الوجدانية، وحينما ينطلق الدعاء من قلب هذا شأنه يكون صلة وصل بين العبد ومولاه، ويكون قربة وزيادة توحيد، قربة وزيادة توحيد، أي يزيد في الإيمان ويزيد في تعلق القلب بأصول التوحيد وشغفه بمعانيها الجليلة الجميلة. ولذلك جاء الدعاء في القرآن في سياق التوحيد ونفي الشريك ونفي الكفر، ولو كره الكافرون دعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سياق التوحيد ورفض الإيمان. وهذا المعنى هو أصل عظمة الدعاء، لأنك حينما تدعو ما معناه؟ معناه أنك في حاجة، لأن الداعي أصلا لا يكون داعيا أي سائلا إلا إذا كان محتاجا، ولذلك يسمى الدعاء ويسمى المسألة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود المسألة، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه مناسبة لنصحح خطأ شائعا في الفقه في هذه النازلة. المسألة هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا، وهو الفضل
في أصول الفقه دال على العموم والاستغراق، ولا يخصص إلا بدليل. أقول هذا لمن يرى أن رفع اليدين في الدعاء بدعة. صحيح هناك جانب من الابتداع في بعض الجوانب في رفع اليدين، ولكن بعض الناس عمموا ذلك وليس لهم، وزعم بعضهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ثبت عنه أنه رفع يديه في الدعاء إلا في ثلاثة مواطن ولم يصح. ذكروا منها دعاءه في عرفة، ودعاءه طلبا للغيث، ونازلة أخرى. وإنما الأصل أنه قد تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام رفع اليدين في الدعاء. ما معنى تواتر؟ يعني ورد بطرق كثيرة في نوازل كثيرة، وقد ذكر ذلك ابن حجر صاحب فتح الباري في شرح صحيح البخاري أنه رفع يديه في الدعاء في مواطن عديدة، كما في قوله اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، يعني خالد بن الوليد، ورفع يديه، وكان يرفع يديه حتى يظهر بياض إبطه عليه الصلاة والسلام. وكثيرة هي الأحاديث الصحيحة المليحة التي وردت في ذلك. وإنما أثار الشبهة عند بعض الناس أن بعض الصحابة أنكر على وال من ولاة بني أمية أرفعه يديه وهو يخطب الجمعة. صحيح، تبا لهاتين اليدين، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه هكذا، وإنما كان يشير بأصبعه، أي وهو يخطب من على المنبر. حينما كان يدعو عليه الصلاة والسلام فوق المنبر في الجمعة ما كان يرفع يديه في الدعاء، كان يشير بيده أو بأصبعه. هذا فعلا ابتداع، حينما يدعو الإمام من على المنبر ويرفع يديه. ثم لعل من الابتداع أيضا أن يجتمع الناس على دعاء واحد برفع الأيدي جميعا، فيكفي في ذلك الداعي يرفع يديه معا بالدعاء، أي بالمسألة حذو منكبيه، أو بالابتهال أن يمدهما جميعا كما هو نص الحديث المفيد للعموم. المسألة تستغرق جنس الدعاء، أي يجوز لك أن ترفع يديك في الدعاء كل دعاء. المسألة أي كل المسألة. الابتهال أي كل الابتهال، ولا مخصص له إلا بدليل، وحينما يأتي المخصص فلا مانع آنئذ من تخصيص العموم كما هو معروف في العلم. نعود إلى ما نحن، فهذه من السانحات لا أقل ولا أكثر، وما كنت لأتحدث فيها لولا أنها صارت من عموم البلوى، متسعت لدى كثير من الناس. فلا حرج أن يرفع الإنسان يديه في الدعاء بأي شكل من الأشكال، أي برفع اليدين أحد المنكبين، أو بأن يمدهما جميعا وحده في منزله في أي مكان، كلما سنح له ذلك وكلما أحس بالحاجة. ونعود إلى ما نحن فيه، قلنا السائل متى يسأل؟ يسأل حينما يشعر بالحاجة. وما معنى الشعور بالحاجة؟ الشعور بالحاجة شعور بالنقص، أنت مريض تحتاج إلى شفاء، تسأل الله الشافي. إذن المرض نقص، أنت فقير في ضيقة مال وكثرة عيال تحتاج إلى سعة وإلى غنى، اسأل الله الغني، أنت محتاج، أنت ناقص، والله له وحده الكمال. أنت خائف مضطرب تحتاج إلى أمن إلى طمأنينة، اسأل الله القوي، اسأل الله الجبار، اسأل الله القهار ليحميك من العدو. فلا يكون الدعاء إلا عند الشعور بالحاجة، والشعور بالحاجة هو عين التوحيد، لأنك حينما تنطلق من فقرك ومن مرضك ومن حاجتك ومن رغبتك الجامحة إلى ذي الكمالات، فأنت توحده في أسمائه وصفاته، أي تطلب الرزق لأنه الرزاق، وتطلب منه الشفاء لأنه الشافي، وتطلب منه الغنى لأنه الغني، وتطلب منه الحياة لأنه المحيي، هكذا. هذا هو توحيد الأسماء والصفات على المستوى الإيماني، وهذا الإخلاص، مخلصين له الدين. ولا تكون كالذين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي عند الساعة وعندما تتسع الأمور تطلب الأحجار والأشجار والناس، وكل الناس ضعيف من ذوي المناصب وذوي الأعتاب وذوي القباب وذوي الألقاب، هؤلاء كلهم موتى، لأن كل من حكم الله عليه بالموت ميت، وإن لم يمت بعد إنك ميت وإنهم ميتون. إنما خاطب الله بها عبده محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت، فكان الخطاب دالا على الاستقبال، إنك ميت،
أي بما باعتبار ما سيكون قطعا، وإنهم ميتون أصحابك ومن معهم ومن بعدهم إلى يوم القيامة. فكيف تسأل من لا يستطيع أن يرد عن نفسه الموت؟ لن يعطيك شيئا، وإنما المعطي رب الملك كله سبحانه وتعالى. ولذلك عزيمة الدعاء، عزيمة المسألة، تصفية هذه المعاني وليست ألفاظا، ولذلك قلت هو مقام إيماني حقا ومنزلة تحتاج إلى جهد وإلى عمل كي تكتسبها، منزلة إيمانية وليست شيئا عاديا. إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة، عزيمة، عزيمة المسائل، تصفية، تجريد لله عز وجل من كل نقص، وتفريد له سبحانه وتعالى بكل كمال، تجريد وتفريد، وذلك عين التوحيد. وإنما منبع ذلك الدعاء بهذا المعنى. ولذلك كان الصحابة أكثر الناس دعاء ربهم، لأنهم كانوا موحدين وقد علموا التوحيد ردحا طويلا من الزمن، والنبي عليه الصلاة والسلام يدربهم على هذه المعاني 13 سنة، لم تكن فقط من أجل قول لا إله إلا الله لفظا، قالها كثير، وقالتها المنافقون، وقالتها الأعراب، وإنما الصحابة لم يقولوها فقط ولكن قالوها ثم اكتسبوا صفاتها ومعانيها بالأعمال، ورحلوا إلى منازلها وارتقوا إلى مقاماتها وصاروا بها متصفين، فصار التوحيد لهم لسانا ذاكرا وحالا دالا وعملا ظاهرا، كل ذلك توحيد عندهم. فكانوا يسألون ربهم بهذه القوة وبهذا العمق وبهذا اليقين وهو قريب منهم، يسألونه حتى سألوه ملح العجين. وهذا المعنى من أعماق أصول التوحيد، لأنه قد يقع ببال أحدنا أسأل الله عز وجل عن ماذا، تقول في نفسك أدخر هذه الدعوة لشيء كبير، هذا غلط. أو تحسب أن خزينة ربك ستنفد غادي تسالة تخوى، يعني بلاتي حتى تطلبها كبيرة، أطلب الكبير وأطلب الصغير وأطلب الحقير وأطلب القليل وأطلب الكثير، خزائن ربك لا تنفد. حينما يقر بنفسك أنك يجب أن تدخر دعوتك لشيء واحد ووحيد، فهذا أحد أمرين: إما أنه قد أوحي لك أن لك دعوة مستجابة واحدة، كما أوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن له دعوة مستجابة واحدة كما كانت لسائر الأنبياء، قال فادخرت دعوتي لأمتي، هذا شيء آخر. أما وأن الدعاء بالمعنى التعبدي متاح لكل عبد، والله يحب العبد الملحاح، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وليؤمنوا. شوف هذا التعبير العجيب، الدعاء قال في سياقه فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ما هم مؤمنين بل هم مؤمنون، هؤلاء عبادي وإذا سألك عبادي، ولكن وليعقيدوا العزيمة إيمانا على أن الله عز وجل بصفاته وبأسمائه قدير في أن يعطي لكل ذي مسألة مسألته، ولا ينقص ذلك من ملكه شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، فلينظر بما يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الصحيح: لا تنتقص ربك من حيث لا تدري ومن حيث لا تقصد، وتقول هذه حقيرة وخفيفة لا أسأل الله عنها، يعني أن لك قدرة في أن تكسب القليل والصغير، وإنما عجزك عن الكبير، بل أنت عاجز عن الكثير وعن القليل، وعاجز عن الكبير وعن الصغير، وعند الله عز وجل يستوي عطاء الكثير وعطاء القليل، يستويان. فبالسهولة التي يعطي بها سبحانه وتعالى القليل بها يعطي الكثير، ما تديرش القياس على نفسك. حينما يطلب لك درهم تقول درهم سهل، أهو. حينما يطلب منك 10,000 درهم تستثقلها، ولذلك أنت تقول بينهما فرق، إذن أطلب الله الشيء الكبير الكثير،
قمت بقياس فاسد من حيث لا تدري، ما كتصيق خبر لراسك اش كدير. ولذلك قلت الدعاء في عمقه توحيد وتجريد لله وتنزيه له، فهو رب الكون قدير على أن يعطي الكثير بسهولة وعلى أن يعطي القليل بسهولة. ولو منعك القليل لما وصلت إليه، ولوجدت القليل أصعب من الجبل الصمت. ولذلك في الدعاء، دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام هو سيد العارفين بالله الذين يعرفون الله حق المعرفة ويقدرونه قدره، كان يقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. عجيب، هو كان يعالج هذا الداء في أنفس الناس. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، يعني حتى لا تستشعر أنت بأن هذه مسألة صغيرة، يعني لا أحتاج فيها إلا الله، لا خطيرة، إنما سهلت لأن الله سهلها عليك، ولو صعبها ولو شددها لما وصلت إليها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا تشاء سهلا. والحزن الصعب الوعر، أرض حزون وصخر حزن أي صعب وعر، لا تستطيع أن تسلك بين أحراشه وكهوفه لعلوه وشدة بأسه. فالله عز وجل يجعل هذا الحزن سهلا، بحال الأرض المواطية قادة نمشي فيها مريح مستريح. فما سهل أمر إلا لأن الله سهل، وما صعب أمر إلا لأن الله صعبه. فكم من مسألة أنت عندك سهلة وعند آخرين من الناس من أصعب القضايا، وكم من مسألة عندك صعبة وعند آخرين من الناس من أبسط القضايا. الله عز وجل يصرف أمره ويصرفه كما يشاء وكيف يشاء، وإنما عليك أنت بالدعاء موحدا وموقنا بالإجابة. موحدا أي أنك تستجمع عزيمة المسألة من أنك تطلب ربا يملك الكون. أتدري ما معنى يملك الكون؟ هذه حقيقة لا يتسع الخيال لإدراكها. يملك الكون، ما الكون؟ الكون أصلا لا يستطيع الخيال البشري أن يحيط به، ولو بقي عمره كله وهو يحاول استجماع أطراف الفضاءات والكواكب والنجوم والمجرات لمات الإنسان وانتهى عمره ولا ينتهي امتداد الكون. فما بالك برب الكون؟ هذا رب الكون أنت تطلبه تسأله، جنده لا يعلمه إلا هو، رزقه ما له من نفاد، سلطانه عظيم في السماء عظيم في الأرض، ملكه ممتد بلا نهاية. فكيف يقع بقلبك أنك إذ تطلب ربك يمكن أن تصيب ويمكن أن لا تصيب؟ عقيدتك مخرومة إذن. ولذلك يقول أحدنا دعوت فلم يستجب لي، أنت لا تعرف الله إذن، وما دعوت هذاك ماشي دعاء، ليس بدعاء. ثم الرتبة الثانية من عزائم المسألة، هذا المقام الإيماني الرفيع الذي وجب علينا أن نتقنه وأن نحفظه كما نحفظ الصور الصغيرة من القرآن التي نصلي بها. لما؟ لأن الدعاء من عموم البلوى، حولها ندندن. الدعاء من عموم البلوى، يعني شيء ضروري للعبد، وإنما يعبد العبد ربه به. المرتبة الثانية عبادة، الدعاء عبادة، وهو نص حديث، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. يروى مخ العبادة بصيغة ضعيفة، وإنما الصحيح من حيث السند أعني، وما ليس بدعاء ليس بعبادة، وهو صحيح. سيقال لي وما بال الصوم وما بال الزكاة؟ إن لم تكوني الزكاة والصوم والصلاة ليس فيها معنى الدعاء فليست بعبادة. ما الدعاء؟ قلت قبل قليل الشعور بالحاجة. لما تصلي؟ تصلي يعني تفضلا على ربي، لأنك محتاج إلى الله. لما تصوم؟ لأنك محتاج إلى الله. لما تزكي؟ لأنك محتاج إلى الله. توحد، الدعاء هو العبادة. وكل أعمال الإسلام دعاء، من حيث المعنى كل أعمال الإسلام دعاء، فلا ينبغي أن تقصر معنى الدعاء على لفظه. وكلما سعيت بعمل، حينما تتصدق يدك اليمنى
وأنت تفر من أن يراك أحد، ماذا تريد؟ ترجو بذلك من ربك فضلا، وإن لم ينطق لسانك فإن قلبك دعا وسأل. هذا الواقع للذي يعمل الصالحات بصدق فعلا، هذا الواقع. فلا يكون إذن كل أعمال البر، لا تكون كل أعمال البر إلا دعاء. الدعاء هو العبادة، والعبادة سير وتقرب إلى الله عز وجل، وذلك منطوق الآية التي ذكرت قبل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قريب ممن؟ من العابدين، ليس قريبا من الكفار، بل هو عنهم بعيد، ولا قريبا للشاردين ولا للجاحدين ولا للملحدين، وإنما قريب في سياق عبادي. وإذا سألك عني عبادي ديولي الذين يعبدونني ويتقربون إلي بالعبادة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالتقرب والعبادة معنى واحد في الأصل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. فإنك حينما تدعو إذن تتقرب إلى الله بفعلك ذلك. ولذلك من سوء خلق المسلم، من سوء خلقه أن ينسى الدعاء وليسأل ربه وهو في ضيق. عجيب أمره، يأتيك فلان بي ضائقة من المال، بي ضائقة في أسرتي، تؤذيني زوجتي، هذه امرأة يؤذيها زوجها، أدعوت الله؟ لا. عجيب، كيف نسيت ربك وتطلب حل المشكلة من إنسان؟ أدعو ربك أولا. وقد علمنا رسول الله صلاة الحاجة، وكان إذا حزبه الأمر فزع إلى الصلاة، وإنما الصلاة دعاء. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، كما في صحيح مسلم. السير إلى الله لا يكون إلا بالدعاء، وبطلب الحوائج، كل الحوائج من الله، وبما استطعت، وكما استطعت، بما استطعت أي بأي لغة، فصيحة عربية، أمازيغية، عامية، كيف ما كان، بشرط واحد: ألا يكون فيه شرك فقط. غير كن مخلص، مخلصين له الدين، دعوا الله مخلصين له الدين، حقق الرتبة الأولى التوحيد في دعائك، ثم أعبد الله بذلك. وحديث حولها ندند لطيف نستخرج منه حكما شرعيا مهما في هذا السياق، وهو أنه نص دال على أن التزام العبارات الشرعية في الدعاء ليس واجبا. هو حسن أن تطلب الله بآيات القرآن، كما في دعاء يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو بأدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فإن لم تستطع فادعوا الله بأي لغة وصلت إليها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أصحابه الدعاء لفظا، ولكن في هذه النازلة لهذا الأعرابي ما علمه، قال له: أما وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فعلمني يا رسول الله. قال: ما تقول في دعائك أنت في سجودك؟ قال: أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال له: حولها ندندن، يعني ما كنت تصنعه؟ نحن هذا الذي نصنعه. ما قال له: قل اللهم كذا وكذا، كما في أحاديث أخرى صحيحة. بيّن بهذا الحديث أن الذي لا يحسن حفظ الآثار له أن يستعمل ما سهل على لسانه. الدين للناس أجمعين، وليس لخاصة ولا لخاصة الخاصة، بل لكل الناس. وما دام أنه لكل الناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، فكان ينبغي إذن أن يفهم على أنه على وزان قدرة جميع الناس. لو كان الدين لا يقع إلا بالعربية الفصحى وإلا بقواعد البلاغة وإلى آخره، لما استطاع أحد أن يسير عليه إلا القليل، ولكنه إنما اقتصر في الالتزام بذلك على صورة الفاتحة فقط، لأنه لا بد منها في الصلاة. لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب وبعض الصور مما استطاع الإنسان، وما دون ذلك فاجتهد، ولكن لا يجب عليك، ليس واجبا. فلك إذن أن تطلب الله بما شئت وكما شئت، وهذا شيء عجيب يدل على أن للشارع قصدا من المقاصد في أن يقوم الناس أجمعون بالدعاء،
باش كل شيء يطلب الله. اطلب ملح العجين، اطلب نعلا جديدا، اطلب ثوبا، اطلب الجنة، استعذ بالله من النار، اطلب كل شيء. تعلم ان تسأل الله كل شيء، ما تقولش بالكي وراني طلبته الصباح على الجنة وطلبته على وبركة ما نبسلش. هذا غلط، راه كيوقع نفسيا، ما كتقولوش بلسانك ولكن كيوقع على المستوى النفسي، كدير القياس على مسألة الناس. لا، إن الله يحب العبد الملح. اسأل الله كل شيء حتى ملح العجين. فإنك إن اعتقدت جازما أنك قادر على وصول بعض الأشياء البسيطة بلا إرادة الله، فإن الله يحرمك منها وتكون عقوبة آنئذ، ويكون عليك غضب، نعوذ بالله من غضبه. أما المنزلة الثالثة فالدعاء توبة. توبة الإنسان العاصي الشارد له أن يسأل ربه، ولكن بنية التوبة. أما أن يسأل بنية البقاء على العصيان فذلك استخفاف وسخرية بالله، فإذا سخر بالله سخر الله منه وسخر به. ولذلك ورد في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، ملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول يا رب يا رب، فأنى يستجاب لذلك؟ لما؟ لأنه مسافر في المعصية، مصر، يعني حياته كلها معصية ومصر على البقاء في ذلك، ويقول يا رب يا رب. أما أن تسأل الله وأن تطلب الله فارا إليه، فالله يفتح لك الباب على مصراعيه ويتلقاك بالقبول. وكان الدعاء من أبواب التوبة. حينما فر ذو النون، وقد ذكرنا الآية قبل، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، يعني أرسل إلى قوم فما استجاب له أحد منهم فغضب، قال دخلني نواد بيع وشري هادو، حتى واحد ما بغي أمن، أنا خوي البلاد. فهرب وغادر تلك البلاد التي بعث في أهلها غضبا من المهنة ومن الحرفة التي ابتلي بها، وهي النبوة والرسالة. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، هذه نمشي لواحد البلاد ما فيها شيء النبوة، ما فيها شيء هذا القوم هادو، فظن أن لن نقدر عليه. فكان ما كان من قصته، إذ أغرق في البحر فالتقمه الحوت ووقع ما وقع، فنادى في الظلمات. قال المفسرون ظلمات، ظلمة بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، وأقول وظلمة النفس التي تشعر بالذنب، أي ظلمة نفسية أيضا. المذنب حينما يشعر أنه أذنب تظلم نفسه، كتكحال قدامك الدنيا. والله عز وجل قال الظلمات، شامل لكل ظلمة متوقعة واقعة بذي النون نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فنادى في الظلمات وجمع المراتب كلها التي ذكرت، التوحيد لا إله إلا أنت، العبادة سبحانك، التوبة إني كنت من الظالمين. جمع بدعاء واحد كل مراتب المسألة، وكانت عزيمة. ولكن بعد تجربة رأى وشاهد المعجزة بعينه وعاش في بطن الحوت ويشعر بأنه حي ولم يموت، شيء عجيب. وعلم أن الله هيأه لأمر، وجعل يدعو ويدعو ويدعو حتى قذفه السمك وألقى به الحوت في الشاطئ، فنبذ بالعراء وهو مذموم. ثم أعاده الله عز وجل إلى أمته، وأخذ آنئذ الكتاب بقوة كما أخذه يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الدعاء توبة، ومن عزائمه، عزائم المسألة، أن توقن بأن لا ذنب يقف حاجزا بينك وبين رضا الله. نشحن واحد كيكحلها ويدير الجرائم كلها يقول أنا محال بقي توب عليا، هذا شرك وجهل بالله. أو تظن أن ربك تعجزه ذنوبك؟ أبدا، الله قدير على أن يبدل سيئاتك كلها حسنات وأن يجعلك سيدا من السادات، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه الفقهاء قادة والمتقون سادة ومجالستهم زيادة، أي زيادة في الإيمان وعبادة، تكون سيدا من السادات. والسيد الحق إنما هو العابد العامل كما ذكرت، العمال هؤلاء سادات. ومن عزائم المسألة في الدعاء من حيث هو توبة، أي في الرتبة الأخيرة من رتبه، أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بأنه قدير على أن يحولك
أن بعض الناس يكون على ذنب من الذنوب ذات الطبيعة الإدمانية كالتدخين مثلا، أو الخمر والعياذ بالله، أو الزنا، أو أي مصيبة من المصائب التي تسبب الإدمان، حتى يقع بعقيدته أي باعتقاده أن لا أحد يمكنه أن ينجيه من ورطته تلك، وأن لا قوة قادرة على أن تجوزه العقبة تلك. حينما تدعو الله عز وجل أيقن بأن الذي ملك قلبك، أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها سبحانه وتعالى كيف شاء، فالذي جعل لك محبة للذنب يجعل لك كرها للذنب. وقد جرب ورأيناه كثير من الناس كانوا ألصق وألزق ببعض الذنوب، فلما أنجهم الله إذا هم أشد الناس وأشد الناس كراهة لذلك الذنب. عجيب. أنا أعرف بعض المدخنين الذين تابوا من التدخين، كان في نهار رمضان والعياذ بالله اتبع السواح ليشم رائحة الدخان، يعني مبليل واحد الدرجة دي الإدمان خطيرة، يعني يكاد يكون يدخن نهار رمضان لما يبقى تبع السائح هو يدخن باش يشم من وراه الريحة دي الدخان. ثم بعد ذلك حينما أخلص التوبة لله والرجاء في الله والمسألة لله قلب قلبه وجعله أشد الناس كراهة للدخان، واللي يتعجب من راسه، يعني أحد المدخنين يحدث أنهم اللي كيكونوا في الصف الصلاة ويشم ريحة القروم من واحد كيصلي حدا يضيق ضيقا شديدا، وهو عاد البارح كانت الريحة الدخان عنده بحال الرائحة المسك، الآن صارت أسوأ ريحة تقع بأنفه. ما الذي حدث؟ قلبه تغير. فحينما تسأل الله عز وجل بأسئلة التوبة أيقن موحدا بأنه قدير على أن يحولك بما شاء وكما شاء، فهو الذي برأ قلبك وبرأ عاطفتك وهو قدير على تغيير قلبك وتغيير عاطفتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم أهلك يهود، اللهم دمر دولتهم، اللهم شتت ملكهم، اللهم مزق شملهم، اللهم يتم أطفالهم. اللهم عليك بهم أجمعين، وعليك بأحلافهم وحلفائهم كاملين. اللهم مزقهم ودمرهم وشتتهم، وأرنا فيهم يا ربنا يوما أسودا، أرنا فيهم يا ربنا سر أمرك وعجيب قدرتك، واجعلنا لك من التوابين، واجعلنا لك من الشاكرين، وارزقنا عزائم الطاعة، وارزقنا عزائم العبادة. اللهم واجعلنا من الشاكرين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين وسيد الآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وغفر الله لي ولكم.